وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المستشار مصعب عادل بصيبع، مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث، رئيس اللجنة القانونية للانتخابات النيابية التكميلية بهيئة التشريع والرأي القانوني. نرحب بك معنا في نشرة الأخبار سعادة المستشار، وبداية نود أن توضح لنا سير عملية الترشيح للانتخاب التكميلي والاستعدادات للمرحلة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحب بكم ورحب بالأخوة المشاهدين. لله الحمد، العملية الانتخابية تسير بكل سلاسة ووفق لما هو مرسوم لها، حيث بدأت بالمرحلة الأولى اللي هي مرحلة عرض جداول الناخبين، والآن احنا في المرحلة الثانية أو نهاية المرحلة الثانية هي مرحلة المترشحين. اليوم تم عرض قائمة المترشحين في اللجنة الإشرافية وفتح باب تقديم طلبات الاعتراض أمام اللجنة الإشرافية، وكذلك أيضا تبتدي فترة الطعن على قرارات اللجنة الإشرافية أمام المحاكم المختصة. فيما يتعلق باستعدادات للمرحلة القادمة، مثل ما انتم عارفين ان اللجنة التنفيذية من بصدر قرار سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتحديد الميعاد التكميلي في الدائرة اللي خلت، بدأت وانجزت الترتيبات اللوجستية من جميع الجوانب الإدارية وأيضا الفنية والتقنية لتجهيز مقر اللجنة الإشرافية أو تجهيز مقر اللجان الفرعية للاستعداد للمرحلة الثالثة والمرحلة القادمة، هي مرحلة استقبال الناخبين للتصويت للانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب في الدائرة الأولى محافظة المحرق اللي بتكون إن شاء الله في 7 سبتمبر المقبل. وأيضا جاري التنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة الخارجية لتجهيز الترتيبات للإجراءات الانتخاب التكميلي للمواطنين المتواجدين في خارج مملكة البحرين، واللي أيضا إن شاء الله بتجرى في 3 سبتمبر المقبل. نعم سعادة المستشار، المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم ودستور مملكة البحرين والقوانين المنظمة ضمنت سير الحياة الانتخابية في الطريق الصحيح، نود أن تطلعنا على دور هذه التشريعات في ضمان سير العملية الانتخابية. نعم، البحرين هي دولة مؤسسات وقانون، ودائما التشريعات هي أمر أساسي وجوهري في أي عملية انتخابية وديمقراطية. دائما أقول عملية انتخابية يعني قاعد أتكلم عن الحقوق السياسية المنصوص عليها في دستور مملكة البحرين، واللي بيّن في مادة الأولى أن للمواطنين رجال ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيهم حق الانتخاب وحق الترشح. هذه كلها وفقا لأحكام الدستور وأيضا وفقا للشروط والأوضاع اللي بينها القانون. وعلى ضوء ذلك صدرت عندي تشريعات المنظمة للعملية الانتخابية، منها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشورى والنواب وغيرها من التشريعات ذات العلاقة. هذه التشريعات هي الإطار المنظم لهذا الحق الدستوري، وهذه التشريعات هي اللي تكفل الضمانات القانونية لمختلف مراحل العملية الانتخابية وتبين بشكل مفصل آلية تنظيم وآلية إدارة وتنفيذ كل متطلبات العملية الانتخابية. بالمناسبة أيضا هذه التشريعات ما قفلت عن وضع آليات إجراءات الانتخابات التكميلية، وضعت قواعد وإجراءات تتعلق بالانتخاب التكميلي بالإضافة إلى القواعد العامة المنصوصة أو المنصوص عليها في هذه التشريعات وهذه القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية. أقدر أقول أن مملكة البحرين تتمتع بمنظومة تشريعية متكاملة ومتقدمة
تغطي كل مسارات واجراءات ممارسه هذه الحق الدستوري او هذه الحقوق اللي كفالها دستور مملكه البحرين. نعم، كل التوفيق لكم خلال الانتخابات النيابية التكميلية. سعادة المستشار مصعب عادل بصيبع، مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث، رئيس اللجنة القانونية للانتخابات النيابية التكميلية بهيئة التشريع والرأي القانوني، شكرا جزيلا لك.